كنا مع الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث شددت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب على التزام الأكاديمية بدور حيادي في الحوار الوطني، مؤكدة أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وتوجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الحوار الوطني. في كلمته قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن من لجأ للقتل أو حرض عليه أو شارك فيه لا مكان له في الحوار الوطني. وأضاف رشوان خلال جلسة انطلاق الحوار الوطني أن هناك إقبالا كبيرا من فئات الشعب المصري للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هدفه أولويات العمل الوطني. والآن إلى جولتنا الإخبارية. انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأول بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يتألف من 19 عضوا بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.